يا مامي والله حرام عليكم. بذمتك في حد بيذاكر في الصيام؟ ومالها المذاكرة في الصيام يا ابني؟ دي حتى بتبقى أحلى من الأيام العادية. أحسن من الأيام العادية إزاي بس يا مامي؟ زي ما بقولك كده، معدل تركيزك وذكائك بيكون أعلى بكتير في الصيام. تركيز ايه وذكاء ايه يا مامي؟ في الجوع والعطش اللي انا فيه ده؟ طب ما اختك صايمه زيك بالظبط وخلصت كل المذاكره اللي وراها. انت متاكده ان هي خلصت كل اللي وراها؟ سيبك بس من فريده وركز معايا. ايوه، ليلي خلصت كل اللي وراها عشان كده قاعده مستمتعه بوقتها وبتتفرج على التلفزيون. انا عايزك بس تتاكدي من موضوع خلصت كل اللي وراها ده. بس انا ما قلتش حاجه. انت بتقول ايه؟ طب وسع بقى انت كده دلوقتي. قومي يلا عشان اسمع لك الدروس اللي ذاكرتيها. ها؟ بصي يا مامي، انا كنت محدده وواضحه معاكي. انا قلتلك انا خلصت اللي ورايا. ايوه قلتيلي خلصت اللي وراكي. طب بصي ورايا كده، في حاجة ورايا؟ لا مفيش وراكي حاجة. طيب اهو، ما كدبتش عليك. ما كدبتش عليا. ودلوقتي معادنا مع فزورة النهاردة، وفزورة النهاردة بتقول: ما هو الشيء الذي نأكل منه ولكنه لا يؤكل؟ أول خمسة هيجاوبوا صح هنطلع اسمهم وصورتهم في الحلقة الجاية. وأكتر حد اسمه هيتكرر معانا على مدار شهر رمضان هنتواصل معاه وهيكون ليه جايزة مفاجأة في نهاية الشهر. وكل سنة وانتوا طيبين.